احمد يعقوب ما كثيره يعني يمكن اربع خمس اعمال، مم. لكن قاعد يرميني في مناطق انا غير مو متوقعها. حلو. بس اجرى واحد معي في هاللعبه هو محمد نحام. طيب ما دام احنا جينا على ذكر المخرجين بتركيز عالي وبعبارات مختصره، شو تقول عن المخرجين الخمس اللي دائما ترجع لهم وتدين لهم الكثير؟ عبد الخالق الغانم. عبد الخالق اشتقت له يعني. من زمان ما اشتغلنا شيء مع بعض. احمد يعقوب المقلى. انه اعتقد ان احنا ان شاء الله داخلين في مرحله مختلفه انا ويا احمد يعقوب بتجربه مختلفه. مصطفى رشيد الجيران. مصطفى الممتع يعني قاعد انتظر متى ان شاء الله نبتدي نعمل خطوه اخرى غير الجيران. محمد دحام الشمري قبل شوي قلت موعود يفاجئك. اي راح يفاجئني بشيء، انا قاعد انتظر هذه المفاجاه ان شاء الله السنه في ملامح تجربه. حاتم علي. هدي حاتم مع حق الالقاب للجميع. انا دائما اقول له طبعا الاستاذ حاتم اقول له انت مثل يعني طبعا مفرمه ايجابيه اسمي المفرمه اللي طبعا لما تدخل فيها انت تبتدي انت ما تدري وين اتجاهك، لكن تجربتي معاه كانت اكثر من رائعه ان شاء الله انها راح تتكرر. نعم. تكلمت يوما عن الذاكره الانفعاليه. نعم. وكيف تبكي احيانا في المشاهد، احيانا الفنان عنده القدره للرجوع الى الذاكره الانفعاليه المختزنه عنده. نعم. الى من ترجع؟ الى شو في ذاكرتك شيء يبكيك؟ كثير اشياء يعني اكيد حياتنا مليئه احيانا بموقف ما يخصني، يعني ما اكون انا جزء من هذا الموقف، مو شرط اكون انا جزء من هذا الموقف، لكن احيانا منظر، احيانا صوره، احيانا جرح من صديق، احيانا شيء يجيك تعمل هالرياضة النفسية معاك في نفس الوقت طبعًا وتستذكر طبعًا. لأن المشاهد ذكي يعرف الافتعال، يعرف المسطح ويعرف العميق ويعرف أنا واثق إنه هو يعني يوصل معاك إلى منطقة الصدق. لذلك أحاول أكون صادق قدر نعم. الإمكان. عبد المحسن النمر، كونك خارج من منطقة خلينا نقول لها تقاليدها لها رواسبها. نعم. في تربية مغايرة خلينا نقول في حساسية مغايرة، قديش الفن شذبك وغيرك؟ انا طبعا هذا بالله من كلمه انا، بس هي انا ظروفي شويه كانت في البدايه تحديدا تعرفين مثل ما تفضلتي هي في ظروف مختلفه عندي في بيئه مختلفه كانت فارضة علي قيود صعبه كنت احاول ان انا اكسرها واتمرد عليها في البدايه، بس بعدين اكتشفت ايجابيتها انه هذه هذا 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 الرقابه اللي مفروضه حولي حددت اتجاهي، على الأقل خلتني اختياراتي أكثر دقة، فيها مراعاة أكثر لأشياء أنا أعتقد أنها مهمة لها علاقة بالعادات بالتقاليد بالدين بالتربية. هذه يعني صنعت مني ممثل قادر على أنه لما يشوفه واحد مع زوجته مع بنته في الشارع يجي يسلم عليه باحترام ويقول لي يعطيك العافية، الأم تقول لي يعطيك العافية، الطفل تفكر بهذه الأشياء طبعًا مفهوم طبعًا الاحترام ومفهوم طبعًا المتلقي وكيف يتلقى. بالتأكيد أنا مهم عندي أنه أنا لما يشوفني المشاهد بالشارع يحترمني ويحبني أكثر من أنه يعرفني ويستمتع فيني أو مشاهدتي بصراحة. وجربت أنا مشيت مع بعض الممثلين معاي مثلا وهي يعني شوي خالف المهنية صح؟ أحيانا أنت بحاجة يعني عندك ما زالت عندك خطوط حمراء ومناطق محظورة جدا جدا ومصر عليها على أساس أكون أنا على الأقل يعني ما أخذل اللي الآن قاعد يوقف وراي تناقش المخرجين كثير راح نرجع مع عبد المحسن النمر بعد قليل نلتقي. تبي مني؟ شنو تبي تجيب ليستك تبقى بيه ولا ايش تبي؟ يعني الحين عمتي تقول لك اعطى التوكيل، انت تقول لها لا، تقول لك انا اثق فيه، تقول لها لا تثقين فيه. انا ما قلت لها لا تثقين فيه، انا قلت لها لا تعطيني. شنو تفرق هذا عن هذه؟ وان انت شايفني حرامي، بواق، سراق، شايفني انا نص؟ لا لا لا، انا شايفك لاهي بمحلاتك ولا تجي الشركه ولا شيء. شنو ما هي الشركه؟ ايش تبيني اسوي بالشركه؟ شو اللي اسوي؟ انا مالي دور اصلا بالشركه، شو اللي اسوي؟ لا تصرخ بس لا تصرخ بس صرخ! شنو ما صرخ؟ ما اشوفك انا منعت عن تعطي بيوت حق العويه والمنكسره لا عن يسمونها ولا عن الشمسة. ما شفتك منعت عن تلعب في حلال بنته وتحط بس حساب ثابت حق بنته في البنك. بس شاطر علي انا وبس. انا ما اقدر امنعها من فعل الخير، وبعدين انا لا سافرت ولا رحت مكان،
أنا موجود، ليش التوكيل؟ أنا أقول لك أنت ليش ما تسافر؟ علشان تتم عمتي معتمدة عليك وما تعطيني أي فرصة أن أنا أعتمد على نفسي أو أثبت نفسي. وأنت ليش ما تقدر تثبت نفسك وأنا موجود؟ إيش قصرت معك فيه أنا علشان تصارخ؟ أنت ما سمعت كلامي للآخر، أنا قلت لها تو الناس خليه يتمكن يتمرن يعرف أكثر، ما قلت له لا لا تثقين فيه. أتمرن وأتمكن من شنو يبا؟ ولا تبي تتم طلوع عمرك أنت الحكيم والعادل وذو الخبرة؟ تعال شب أدب. شو أقول لك أنا؟ شو أقول لك؟ أتمرن قال ما أدري على شنو؟ ترى الشغلة اللي قاعد تسويها أنت شغلة سهلة، بيع وشراء أسهم، تجارة معتمدة فقط على الحظ. كل شيء اللي قاعد تسويه عمتي، بيع وشراء العقارات عمتي، فكرة المجمع عمتي، حتى مشروع السيارات عمتي اللي قالت لك عليه. كل شيء عمتك ها؟ ايوه عمتي. نرجع لي المحظورات عند عبد المحسن النمر، اعطنا مثال مثلا شو ممكن تناقش المخرج عليه؟ طبعا هو كثير نقاش يصير مع المخرج مثلاً، تفاصيل كثيره لها علاقه بالعمل بالشخصيه بمعطياتها لا غير عن هذا الاشياء المحظوره والخطوط الحمراء يعني. هو قبل انا اناقش المخرج النص. اذا كان في تجاوز لهذه الخطوط الحمراء من الاساس انا ما اقبل، يعني اساس اني ما احرج. صارت معك يعني في كذا عمل رفضته بسبب خطوط حمراء؟ تقدر تقول الاعمال اللي مثلا في على مستوى السينما كان في تجربه بيروت اعتذرت عنها، كان في تجربه في ايطاليا اعتذرت عنها بسبب هذه الخطوط الحمراء، يعني مهما كان لوين راح توديني ما عندي استعداد اتنازل. طيب احنا بالدراما عندنا شوي احيانا اللي مثلاً يعني بعض المشاهد اللي يعني احس انها فيها تجاوز بالنسبه لاشياء عندي انا ما اقصد على الاخرين. انا بالنسبه لي انا اعتبر فيها تجاوز اللي فيها احيانا يكون في تلامس بالجسد او شيء. انا حريص على وتيود شعرها يعني ما صارت اشوف شوي شوي بس ما تكون بحس يعني شويه عميق يعني احيانا يكون بسبب العنف مثلا او شيء، بس شغله يعني ما ادري شلون اشرح لك اياها. نعم. بس اكيد على مستوى الحس في حتى في درجات للحميميه بين الاطراف في العمل بالضبط، بسطها قدر الامكان. صحيح. عبد المحسن وانت تشوف معنا اعمالك يعني تشوف الاجتماعي هذا الولد الشاب الدونجوان الفانكي الستايل تحب شكلك كذي ولا تحب البدوي؟ لا احب البدوي كثير. تحب البدوي؟ اي احب البدوي قريب منك يعني اكثر. يعني انا لانه بطبعي انا يعني كان كثير قريب من الصحراء، احب الصحراء كثير، فلما اروح البر. يعني على قولة الليث حجو الله يمسيه بالخير يقول لي يعني احنا كلنا قاعدين نتوفى في هذا الجو وانت جاي تمشي تبتسم، انت شنو؟ قلت له احب بيتي. انت انس انت جان انت شو؟ بيتي. ما الذي لم يعجبك في دورك مثلا وانتقدت نفسك في اخر صفقة حب؟ شيء اللي ما عجبك فقط، مو اكيد يعني كنت حابب يعني تنتقد نفسك؟ اي طبعا. شو اللي ما عجبك بهذا؟ يمكن المشاهد اللي كانت بالكويت تحديدا اللي كانت في داخل الديره اللي قبل سفري ما كنت حابها كثير، لانها كانت تحت ضغط، كنا ننفذها تحت ضغط زمني، كنا نصور في رمضان فكنا نشتغل بشكل سريع وكنت نبي نخلص. فلما شفت على العرض انصدمت شوية. أي دور من الأدوار اللي مثلته وحسيت إنه هو كان الدور اللي أدى وظيفة اجتماعية مهمة مع الناس والناس علقت أو تعلقت عفواً بالشخصية؟ في يعني أكيد كل دور له تأثيره، بس في بعض الشخصيات أنا لمست تأثيرها بشكل مباشر. مثلاً أتذكر في شخصية اسمها سالمين في مسلسل اسمه عيال بوكلتش. أتذكر إنه يعني كان في مصالحة بين أم وولدها بسبب هذا العمل، والتقت معي الأم وقالت لي كثر خيركم مدري إيش إنه خليته ولدي جاء بعد ما شاف الحلقة الأخيرة جاي راضيني لأنه كان في قطيعة بيني وبين هذا مثلا يعني. وأتذكر مرة بعد امرأة عجوز جاتني يعني جات وكانت تبكي، فسألتها ما بعطيك التفاصيل بس لما سألتها قالت لي كان مفروض نشوف هذا العمل من زمان. قلت ليش؟ قالت لأن ولدي جانا من برا مدمن على المخدرات مثل شكلك اول ما جيت انت، وما كنا نعرف شيء اسمه مخدرات. ليش لو شايفه هذا العمل قبل ولدي يكون يروح ما كان رجع خليته يرجع مره ثانيه. انت تقول راح وتوفى هناك. طيب والسيده الاماراتيه اللي قرصت اذنك في المطار ليش تخبي على المشاهدين؟ خبيها على المشاهدين. هذه اتذكرها بعد عرس الدم في بيروت، كنت فنان السادي ها. أيوة عايش الدور السايكولوجي بالضبط. مسكتني اذكر مره عجوزه كانت مع بناته وكذا قالوا لها عبد المحسن، فجات قالت وينه؟ لابسه بطولته. رحت انا جيت اسلم عليها وتفاجات انها مسكتني من اذني.
ايانا وياك تسوي الادوار. ايانا وياك تسوي الادوار مره ثانيه، احنا نحب قلت له ان شاء الله ان شاء الله خالتي. فحست انها شوي ارضاء الناس غايه لا تدرك، خصوصا مع الفنان. صح، قلت لك المشاهد عندنا بالخليج كثير انطباعي، انطباعي وكثير حساس يعني، وحتى تعاطيه مع الفن يعني فطري كثير. صحيح يعني وين تفاوت الموضوع. مجاذيف الامل في خصوصيه سعوديه هنا. صح صح. سعدت بانتاجه هذا المسلسل كثير. رغم محليته وخصوصيته مفردته الخاصه بناس معينين وتوثيق ايضا لبيئه معينه. بالتأكيد. صح بالتاكيد. ممكن تقبل على انتاج مسلسلات بهذه النوعيه مره أتمنى ثانيه؟ اتمنى، مش ممكن، اتمنى توثق لتاريخ منطقتك، لتاريخ لظروف المعيشيه، خلينا نقول هذا الواقع. لا اكيد، وغير غير غير كذا هي الاعمال اللي تاخذ هذا الطابع بتطرح نماذج مختلفه حتى على مستوى التمثيل. انا يعني يمكن في شخصيه براك في مجاديف الامل لاول مره اجرب نفسي في التركيبه الكوميديه اللايت كوميك طبعا، والناس تستقبلها بشكل حلو. انا تفاجأت برده الفعل يعني. غير انه مسؤوليه انك انت المفروض انه الفن يسبر اغوار مناطق جديده يوثقها، هذه المنطقه مش موثقه ابدا يعني. ما في حد يعرف انه في فلاح سعودي يعني، ما يتوقع، يفكرون السعودي دائما راكب هذيك السياره او في الصحراء او على الاقل شويه بالبحر، بس تشوفه يشتغل فلاحه ويزرع وتشوف هذه البيئه لاول مره كانت تطرح في مجادي في الامل. حتى التجمد عمل لم يلقى رواجا ونجاحا كما توقعتهم، ليش؟ ما اعرف، هو بالعكس انا اتصور انه مجهد حتى التجمد عمل رده فعل عنيفه جدا بالكويت يعني ايجابيه طبعا. لدرجه انه يعني رغم كم الاعمال اللي انا قاعد اقدمها يجي الناس يذكروني بهذا العمل. هو بالعكس كان عمل كثير حلو وجرعته خفيفه، كان 17 حلقه انتهت ايام ال 17 يعني كله 30. مع أن في الدراما المصرية رجعت ل 15 المفروض يعني. احنا مو حمل ال 30، من ندخل في ال 30 نبتدي ندخل في اللونجير وفي التطويل. صحيح. لكن حتى التجمد اعتقد بالعكس كان قريب كثير من الناس، انا مستغرب منها. يعني تعتبره من اعمالك الناجحة جدا اللي اخذت؟ جدا كمان، هي مهمة ولها نخب معينة. صح؟ لا كان بالعكس لاف ستوري حلوه وناعمه وكوميك يعني قبل لا اجي هنا كان جاني اتصال من الكويت برضه ذكرني بهذا العمل. كان حتى عمل ردود فعل في مجلس الامه اتذكر، ويعني يمكن هو الحلقه الاولى اللي ربطتني مع المشاهد تحديدا الكويتي. تلقى نفسك في الستايل الكوميدي مع انك تتهرب دائما، دائما يسالونك بالصحافه ليش ما تشارك بطاش مطاش، خصوصا هذه يعني صارت الاجزاء هذه يعني توثق لي يعني مدرسة في الكوميديا السعودية. نعم. إذا نعم. جاز التعبير في أكيد. الدراما السعودية. أنا مش أتهرب من طاش مطاش، بالعكس أنا يعني حتى السنة هذه في عرض علي كم حلقة من طاش مطاش، بالعكس من الأعمال اللي الواحد يتشرف أنه ينتمي لها يعني أو يقدم فيها يعني جرعة، واشتغلت أنا كذا مرة في طاش مطاش. بس أنا مصر على أن الكوميديا هي مؤامرة، هي لا يمكن تبدأ من الممثل، هي تنتهي عند الممثل. هي تبدأ من نص إلى مخرج خفيف دم إلى ظروف إنتاجية وحالة نفسية، وتجي في النهاية الممثل يقتطف هذا كل هذه المؤامرة. صحيح. لكن أنا يجيني نص عادي وغصبا عنه بسوي كوميدي أو أني استخف دمي أو أعتمد اللفظة، هذه ما أحب أني أكون فيها ولا يمكن أدخل فيها يعني. الرومانسية دائما تتكلم عن مساحات الرومانسية في الأعمال بألم يعني بغصة، بأن احنا نفتقد للمساحات الرومانسية بالمسلسلات. وحتى لما يتسويت مثل في الروح قلت أن العمل ما لقى صدى لأنه هو يعني في ظروف معينة في البث في العرض في يعني. هل هذا جواب مقنع؟ رح نرجع لهذا المسلسل بعد قليل مع عبد المحسن النمر. عندي أبو سهى. سهى سكرتيرة مو موجودة الحين. أنا محذرنك وقايلك ما أبغى أشوف وجهك في المكتب، أطلع برا. عمالك قطع أغراضي بالشارع وسدوا باب مكتبي. مالك مكتب عندي؟ إيه بس أنا مستأجر. كنت أعزك، حبيت أساعدك وحاولت أساعدك، دخلتك بيتي وخليتك تاكل وتشرب ويا بناتي، وثقت فيك،
اكثر كنت تخطط وتدبر من ورا ظهري حتى توصل للي في راسك. انا ما في راسي شيء ولا ابي منك شيء. انت تبغى تسوي غني وافعالك كلها تدل على سوء نيتك، واسهل طريقه قدامك انك تسوي شريك مع بناتي وتاخذ نص ثروتهم. اسكت. وهذا حلم كل واحد حقير. اسكت. تربى في السكيك. اسكت 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 اسكت. هذا الحقير انا. الحقير هو اللي ترك زوجته تموت وشرد. هذا هو الحقير. الحقير اللي سرق فلوس ربعه وراح يونس روحه في سكيك بمبي. هذا هو الحقير. الحقير اللي ترك ولده هايت في الشوارع يتربى في بيوت الناس حتى سؤال ما سأل عنه. هذا هو الحقير. لكن احمد ربك، احمد ربك اللي الله رزقك بناس طيبين. لكن ليه ما الحين انت مقطوط بالسجن؟ دور حلو ومسلسل كان ناجح جدا ولقى صدى الجيران. هذا الدور شو اضاف لك تحس؟ هذا الكلام اللي قاعد تقولينه انت وبعد غير يمكن انا جاملك. لا انا سمعت ردود الفعل. هو التجربه انت مهمة. مع نفسك هي التجربه مهمه ما في شك. انا ما اتكلم عن دوري، انا اتكلم عن التجربه كلها. كان فيها حرب من الحب. مصطفى رشيد قائد الحب العالمي هذا. صحيح. يعني لوكيشنه دائما في حب. في واحمد الجسمي الله يمسيه بالخير ويمسي الكل بالخير. نعم. يعني ما تشعرين فيه كمنتج في العمل فعلا يعني. هذا العمل قريب ان احنا نقدر نقول عنه انه عمل ايضا نقله في الدراما الخليجيه. ما في شك. على مستوى الصوره، على مستوى في تقنيات جميله بالمسلسل. قبل شوي كنا نتكلم عن الرومانسيه وانت دائما تاكد على فكره الحب والرومانسيه وكذا، وفي متلف الروح كان في جرعه رومانسيه. ومثل ما قلت ان ما لقى او ما كان محظوظ هذا المسلسل. نعم. تبي تضيف شيء؟ لا بس انه يعني اذا بتكلم عن الرومانسيه ولا عن العمل؟ عن العمل. خل العمل وبشكل سريع. هو مثل في الروح انا ما زلت اقول انه هو تحت ضغط من الظلم. واعتقد انه راح يتحرر قريبا ان شاء الله في العرض الثاني ان شاء الله. عندي امل طبعا في هذا. نعم. الموضوع لانه جرعه احنا محتاجينها. الرومانسيه يعني الناس مفتقدينها ولاجئين الى المسلسلات التركيه. لان احنا ما نعرف نقول الرومانسيه بواقعيتها. حتى لما نمثل الرومانسيه يقعد يحط له ورده ويقعد يقول لها انا احبك وتحس ان وجهه فلات وما في اي صدق وما في اي حس. الحس الرومانسي بحاجه الى عمق عشان المشاهد يقدر يصدقك عشان يتفاعل معك. الاتراك سبقونا لهذا الموضوع لان هم عرفوا شلون يرسمون الحب، شلون يصورون الحب، شلون يعبرون عن الحب. هل هي المشكله في النص في الممثل ام في ايضا في التلقي؟ لا التلقي لا. هذا قدر يستوعب التركي ما يقدر يستوعبني. يقدر ليش يستوعبني. ليش استوعب التركي وما قدر يستوعبك هذا المشاهد رغم ان هذا المشاهد يعيش نفس الظروف صح ولا لا؟ يعني النزعة الاستهلاكية، الحياة الاستهلاكية. نعم. طمست الكثير من هذه التفاصيل اللي خلينا نقول اللي فيها الرومانسية وفيها الرجوع الى الاخر والشراكة الروحية. احنا فاقدين مفتقدينها في الحياة صح؟ احنا نخجل من الرومانسية، نخجل من يعني حتى ببيوتنا وبحياتنا. ما نعرف نعبر عن رومانسيتنا، ما نعرف نعبر عن الحب. ما في تربية جمالية تجاه يعني هذا الشيء او ما في كلتشر ما ثقافة بالضبط ما في ثقافة الحب مش موجودة عندنا احنا. يعني ما نعرف نعبر عنها، يعني نعبر عنها في قصائد الشعر احسن ناس نعبر عنها. لكن في واقع حياتنا ما نعرف. يعني اتذكر في مسلسل عرض على احد القنوات الفضائية. كان يقول الاخو يقول حق اخته يقول لها انا احبك. تدري ايش قد استهجنت هذه الكلمه؟ واحد يقول حق اخته انا احبك، ليش ما اقول لها انا احبك؟ يعني. ليش اختي ليش ما اعبر لها عن حبي؟ يعني اختي او اخوي او امي ممنوع انك تعبر عن هذا الشيء. في خجل ان احنا نعبر. فلذلك هذا ينطبع ينعكس على الدراما عندنا. ينعكس دائما. وانا ما زلت اقول ما احوجنا للحب. من يعجبك من كتاب الدراما؟ كثيرين. مثل. انا اقول لك مثلا يعني وان شاء الله ما يغيب من عندي اسم. مش كثيرين. كثيرين اللي فعلا تحس النص